وقد تلقت أوكرانيا تهاني دول العالم بمناسبة الاستقلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في رسالة أنه سيفعل كل ممكن لإعادة وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن تدعم تطلع أوكرانيا لأن تكون دولة أوروبية بعد ثورة الكرامة التي شهدتها. رئيس الصين هنأ الأوكرانيين بعيد الاستقلال أيضا، مثمنا على علاقات الصداقة والشراكة بين كييف وبكين، ومشيدا بالنتائج التي حققتها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الأعوام الماضية.